إليكم آخر ظهور الفنانة فيفي عبده لحظة دخولها العمليات، وهي تجري عملية جراحية لمدة ساعتين بسبب تلقيها حقنة في الظهر بالغلط. نتابع معكم التسريب. حيث أطلت الفنانة فيفي عبده على جمهورها عبر حسابها الشخصي، أعلنت فيه إنها ستجري عملية جراحية خلال الوساعات المقبلة بعد تعرضها لخطأ طبي عن طريق إعطائها حقنة عن طريق الخطأ في منطقة الظهر. حرصت الفنانة فيفي عبده على طمأنة جمهورها ومتابعيها وقالت: مساء الخير من مصر أم الدنيا، عاوزة أقول لكم كل سنة وأنتم طيبين، وعايزة أقول حسبي الله ونعم الوكيل، في ولد اداني حقنة في ظهري تسبب في خضوعي لعملية جراحية صباح اليوم لمدة ساعتين وانا في المستشفى حاليا. طلبت الفنانة فيفي عبده من الجمهور الدعاء لها بحق الشهر الفضيل. هم على طول بيطلعوا عليا اشاعات، لكن المرة دي جد وانا في المستشفى، وبشكر كل الناس اللي اطمنوا عليا، وشكرا ليكم وشهر مبارك علينا وعلى الأمة العربية. يا رب بحبكم كتير وربنا يخليكم، وكل سنة وانتم طيبين. فكانت الفنانة فيفي عبده أعلنت خلال الأيام الماضية تلقيها الجرعة التانية من لقاح فيروس كورونا، وقالت: الحمد لله أخذت الجرعة التانية من لقاح الكورونا، بس طبعا لسه هفضل محافظة على كل الاحتياطات الوقائية من الكورونا عشان الموضوع مش هزار. خلوا بالكم من نفسكم واللي حواليكم، وسجلوا في صفحة وزارة الصحة عشان تاخدوا اللقاح. ربنا يحمي الجميع وتحيا مصر. قبلها بفترة كذبت فيفي عبده شائعة إصابتها بفيروس كورونا، وقالت وعبرت عن شكرها لكل من اطمن عليها وعلى صحتها. الفنانة فيفي عبده كان آخر أعمالها مملكة الغجر اللي كانت ببطولة حورية فرغالي وعزة مجاهد بنتها وأحمد كرارة. الفنانة فيفي عبده من مواليد 24 إبريل سنة 1953، وهي راقصة شرقية وممثلة مصرية، واسمها الحقيقي عطيات عبد الفتاح إبراهيم، وهي الآن بعمر 67 عاماً.